من أبو ظبي مع العميد خالد نسي المحلل العسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. في تقدم ملحوظ على أكثر من جبهة، لنبدأ بموضوع سرواح والسيطرة على النصيب الأحمر، ما حققته قوات الشرعية، إلى أي درجة هذا مهم؟ مساء الخير. بالنسبة سيادة العميد، تسمعني سيادة العميد؟ أيوة أسمعكم. نعم تفضل. بالنسبه لما تحقق في سرواح يعني بكل المقاييس هو يعتبر نصر استراتيجي اكيد، يعني لانه هي اخر معاقل الانقلابيين بالنسبه لهذه المحافظه الهامه جدا، وهي معروف انها تتوسط اليمن، وهي يعني محافظه من منطقه نصيه، اخر معاقلهم في هذه المحافظه هو طبعا تواجدهم في منطقه سرواح اللي هي ثلاث القبل اللي هي هيلان وكوفل والمخدره. فان شاء الله انه يعني بظل الدعم المطلق وخاصه من قوات الامارات على الارض وطيران التحالف بشكل عام الذي يامن السيطره الجويه، انه ان شاء الله نتوقع انه خلال الساعات القادمه سوف يعلن انه محافظه مأرب تعتبر محرره بالكامل من ميليشيا الانقلابيين، وبالتالي هي فرصه بحكم انه اذا تحررت سرواح هي فرصه انه مثلا يفتحوا جبهه جديده باتجاه صنعاء عبر الجهه الجنوبيه لصنعاء عبر منطقه خولان الى سنحان، وهي معروف انه سنحان هي معقل الرئيس علي عبد الله الصالح، وهي تتواجد نعم. ويعني الموالي للرئيس السابق، وفيها تتواجد معسكرات تضم اسلحه كثيره. يعني جويا دفاعات الاماراتيه الى اي درجه، وما تحققه اليوم الى اي درجه هو ضروري بهذه المرحله من المعارك بالتحديد؟ عفوا لما سمع السؤال استاذ، موضوع الدور الإماراتي جويا، إذا ما تحدثنا عن دفاعات الإماراتية، ما حقق بمأرب وإسقاط الصاروخ الباليستي، إلى أي درجة هو مهم بهذه المرحلة إلى جانب القوات الشرعية، بالإضافة إلى ما تقدمه من دعم آخر؟ بالنسبة للقوات الإماراتية، وحنا كنا جزء من المقاومة وكنا مع القيادة العسكرية، أنا نعرف الدور الإماراتي ليس من هذه المعركة فقط، معركة عدن، معركة الجنوب بشكل عام، معركة المخا، معركة يعني القوات الاماراتيه تتواجد مع قوات الشرعيه مع المقاومه حتى كجنود على الارض، بغض النظر عن التامين الجوي بالنسبه للطيران، لكن يتواجدوا ودعم مطلق بالنسبه للامن وكل الجبهات بالعربات بالاسلحه بالدعم اللوجستي حتى على مستوى تامين الغذاء والسكن. اذا القوات الاماراتيه كل ما تحقق طبعا هي تهيئ للمقاومه وبشكل عام والقوات الشرعيه كل الدعم المطلق، واتمنى انه يستغل هذا الجانب وهذا الموقف الاخوي بالنسبه للامارات والسعوديه بدرجه رئيسيه. ف يعني ادوارهم هي واضحه من بدايه الحرب وحتى اللحظه وفي كل الجبهات، وليس في جبهه سرواح فقط وانما في كل الجبهات. عسكريا، ما النقطه المهمه التي تجعل من الوارد إعلان النصر القريب؟ يعني نائب الرئيس اليمني قال من مأرب أن الشرعية تدخل صنعاء قريبا، عسكريا ما الخطوة التي تجعل من الممكن تحديد هذا السقف الزمني؟ طبعا هو بتحرير سرواح اليوم التحمت هناك منطقتين عسكريتين، هي المنطقة العسكرية السادسة في الجوف والمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، يعني بالإمكان الآن تنسيق الجهود لهذه المناطق العسكرية تقريبا يعني ينطوي تحت هذه المنطقتين اكثر من 60 الى 70 الف مقاتل من غير المقاومه الى الشعبيه، وبدعم مطلق من على الارض ومن الجو من دول التحالف وخاصه الامارات والسعوديه. اذا المقومات موجوده، ولكن من اجل انه تستثمر كل هذه الجبهات وكل هذه النظرات، اذا كان يعني ان شاء الله انه الامور جاده فعلا، لكن يجب ان يشغل العدو في كل في في, في, في كل الجبهات، يعني ليس ان لا كيف مثلا اليوم نركز على 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 مثلا جبهه سرواح او باتجاه صنعاء ونهمل بقيه الجبهات، مثلا جبهه المخا، جبهه الجوف، جبهه تعز، جبهه لا، يجب ان تفعل الجبهات في وقت واحد بحيث انه يعني نشغل العدو في اكثر من جهه، وعندنا الامكانيه المقاتلين الموجودين في الجبهات زي ما قلت انه دول التحالف امنوا كل الجبهات بدون استثناء، لا عندنا مشكله لا في الدعم ولا في الاسلحه ولا في المقاتلين، يجب ان نفعل كل الجبهات اذا كنا ان شاء الله قادرين، ولا اعتقد انه مثلا هذه هي مثلا من يقول انها ظروف الحرب تفرض هذا الكلام، لا، ظروف الحرب اذا اردنا الخلاص وتحرير اليمن يجب ان تفعل كل الجبهات وفي وقت واحد، وان شاء الله وتنسيق مع دول التحالف، وان شاء الله اننا نوصل باذن الله تعالى. شكرا لك. من ابو ظبي سياده العميد خالد نسي المحلل العسكري.